الشعب المبارك لموقع أهل مصر، والحقيقة أنا أول مرة أجي هنا وشفت إن في يعني خلية نحل شغالة. أتمنى لهم التوفيق، ويمكن يعني زيارتي دي تواكبت مع فتح باب الترشيح في اتحاد الكورة، وأنا رشحت نفسي من أول يوم لأن أعتقد إن في ظل الظروف الموجودة حاليا إن ممكن يكون عندي القدرة إن لو في حاجة عاوزة إصلاح أو لو في حاجات مسار يجب أن يصحح، أعتقد إن أنا ممكن مع مجموعة من الناس اللي نازلة ممكن إحنا نصلح بعض الشيء في حال الكرة المصرية، وهي كانت بتتكلم على نقاط كثيرة جدا جدا، بس جايز يكون أهمها هو نظام المسابقات اللي موجود حاليا. ده طبعا أنا شايف إن ده إحدى المشاكل الكبرى في الكرة المصرية هنا. يمكن الناس كتير بتتوقع طبعا إن أكتر مشكلة هي مشكلة الجماهير وعملية الجماهير، لكن هي ما تقدرش تتكلم فيها لوحدك لأن دي ليها أطراف تانية مشتركة معاك فيها، لكن أتمنى طبعا إن الجمهور يبقى عنده الوعي، وإن الحكومة يبقى عندها القدرة، وإن هي تستطيع إن هي تعيد الانضباط للجماهير جماهير الكرة المصرية، أو بمعنى مش هنقول الجماهير، هنقول بعض الناس اللي